أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا، فقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة في هذه الحلقة. طبعا يعني بمنتهى الصدق والأمانة، الحقيقة وزارة التموين موفرة خدمات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت. في كان شوية شكاوى، شوية مشاكل، شوية حاجات كده من السادة المواطنين، بس في المجمل السلع متوفرة بأسعار في متناول الجميع. في يعني الحقيقة في المجمعات حاجات بتضاهي السلاسل التجارية الكبرى، بس احنا داخلين كمان شهر، كل سنة حضراتكم طيبين، على رمضان وأعياد وحاجات كتيرة كده. عايزين نعرف طبعا خطة وزارة التموين لتوفير هذه السلع في رمضان. عندكم أي استفسار، عندكم أي شكوى، عندكم أي مشكلة، تكلمونا على أرقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة. وخلونا نرحب بضيفنا المنورنا في الاستوديو، أستاذ عصام السروجي، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة. أهلا بحضرتك أستاذ عصام. سنة حضرتك طيب؟ طيب. الموقف إيه فندم بالنسبة للسلع التموينية في شهر رمضان؟ بس استاذنك ادعيني بس اقول لحضرتك، شركات الجمله وشركات التموين اللي تابعه لوزاره التموين ايه دورها بالنسبه للمجتمع المصري بصفه عامه. شركات التموين حضرتك سبع شركات، الشركه المصريه لتجاره الجمله اللي انا انتمي اليها ان شاء الله، سبع شركات، ايوه يا فندم. الشركه العامه لتجاره الجمله، ودي شركه شقيقه بتاخد منطقه برضو الساحليه ومنطقه البحيره كلها والمناطق الدلتا كلها، وبالنسبه للشركه المصريه بتاخد منطقه القاهره حتى منطقه اسوان، حتى اسوان والبحر الاحمر وحلايب وشلاتين. دور الشركات ديت بيتركز في توفير السلع الغذائيه والغير غذائيه للمواطن المصري في اي مكان انا بتكلم فيه، يعني سواء في جمهوريه مصر بصفه عامه، يعني بسعر كويس مناسب جدا ليه، ويراعي البعد الاجتماعي، وفي نفس الوقت الجودة تكون محترمة وعالية يعني. تمام. وده بيرجع لسياسة الشركات ديت من خلال الشركة القابضة للسعادة الغذائية وتعليمات معالي الوزير التموين، وزير التموين الدكتور خالد حنفي، في ان احنا نعمل عملية شراء جماعي للسلع من خلال الموردين، ان احنا ننزل نشتري لكل الشركات ديت سلعة ما مثلا سين مثلا من مورد الصد، وبنتعامل عليه ان احنا ناخد كميه كبيره، وبالتالي بننزل بسعر كويس للمستهلك، وده في صالح المستهلك بالظبط كده. تمام. ايه تاني الخطط بقى اللي موجوده؟ يعني احنا دلوقتي احنا دايما بنقول الخطط اللي بتبقى موجوده في المناسبات دي بتبقى خطط قصيره المدى. تمام. فالخطط قصيره المدى طبعا مميزه جدا، بس هي مشكلتها ان هي بتبقى ايه؟ يعني بتبقى خطط سريعة. أيوة. بتبقى فيها طبعا شوية يعني استعجال في حاجات معينة. تمام. في مشاكل في الخطة المفروض على رمضان الجاي؟ لا ان شاء الله مفيش مشاكل، ان شاء الله احنا جاهزين، وجاهزين بقالنا فترة بنجهز الكلام دوت، واحنا دايما بنخطط لشغلنا وعملنا. بمعنى ان احنا مثلا شهر رمضان ان شاء الله كل سنة حضرتك طيبة والسادة المشاهدين طيبين. طيب. على مقربة خلاص، احنا خلصنا تقريبا شهر رجب ودخلنا على شعبان ودخلنا على رمضان، قدامنا بتاع حوالي شهر و10 ايام او 5 ايام. بنجهز نفسنا للسلع الموسميه اللي تخص المواسم ديت قبلها بشهرين وثلاثه، لازم بنخطط لشغلنا القادم. ده تفكير سيستم سينك، يعني كلنا بنفكر بشموليه شويه وبنفكر للمستقبل ايه اللي هيتم او بكره احنا عاوزين ايه والمستهلك عاوز ايه عشان نخدمه، لان احنا موجودين لخدمته بالفعل يعني. تمام. ايه وجبه رمضان دي يا استاذ عصام؟ نعم فندم. ايه وجبه رمضان دي؟ ناس كتير عارفه. احنا ساعتك احنا لو رجعنا لورا شويه، احنا كنا في شهر نوفمبر 2015 عملنا وجبه ومسمينها كون وجبتك. كون وجبتك بالظبط كده، متابعينها طبعا. ودي لا تتعدى، عفوا، لا تتعدى 30 جنيه تقريبا. 30 جنيه. 25 ل 30 جنيه بالظبط كده يا فندم، بالظبط. ودي كانت بتوفر للمستهلك حريه ان هو يختار بسرعه وما يفكرش كتير، وفي نفس الوقت بسيطة بالنسبة له ان هو يجيب وجبة بتكفي اربعة او خمس افراد، فيها كل العناصر الغذائية الممتازة، فيها لحوم يعني بروتينات حيوانية، وفيها نشويات، فيها خضار. وبتاع رمضان هتبقى كده برضو. ما اشرح لنا بس بتاعت رمضان الاول عشان دي للناس بتسأل عليها. تمام يا فندم. وجبة رمضان ان شاء الله هنقول ايه، بدل ما نقول كون وجبتك هنقول كم كون فطارك.
كون فطارك. ايوه كونه انت بنفسك وشوف انت عاوز ايه. طيب كون فطارك بقى يا جماعه، اسمعوا كده عشان نشوف هنكون فطارنا دي برده هتبقى في حدود ال 30 جنيه يا فندم، وممكن 30؟ وممكن تقل حاجه بسيطه. اه بالظبط. اه يعني برده هتبقى بنفس الريتم بتاع كون وجبتك، لان هي طبعا الواحد بيجهز فطاره فبيحاول يحضره بطريقه، وفي شهر رمضان بيختلف الوضع. ممكن نحط عصير يعني لتر عصير مع الاكل مع الوجبه ديت، بيكون بنفس برضه 30 جنيه او اقل يعني. طيب هي هتبقى متكونه من نص كيلو لحمه مثلا حضرتك، وكيلو رز وبرطمان صلصه 300 جرام وبرطمان صلصه، تمام، وخضار معاهم يا فندم. وخضار صنف خضار. واحد خضار، هو صنف واحد بس، لان طبعا انا بتكلم بامانه يعني على اساس هي الوجبه كلها 30 جنيه ودي تبقى رخيصه جدا يعني. انت هتخيلي مثلا ست البيت لما تعوز تعمل اكل هتطلب من زوجها اكتر من 150 جنيه، تقول لها انا عاوز اجيب فطار مش اقل من كده. طيب الوجبه يعني مثلا اللي الوجبه دي تكفي كم فرد؟ دي ثلاث افراد او اربع افراد تقريبا يا فندم. ثلاث او من ثلاثه لاربع افراد. يعني هم لو في يعني هي الوجبه الواحده بتكفي من ثلاث لاربع افراد بالظبط، متكونه من نص كيلو لحمه وكيلو كيلو رز برطمان صلصه 300 جرام ونوع خضار وعلبه زجاجه عصير كبيرة. بالظبط كده، بالظبط زجاجه عصير كبيره. طيب دي متوفره طول شهر رمضان يا فندم؟ طوال شهر رمضان احنا شغالين في كون وجبتك دلوقتي، يعني هي موجوده بالفعل ولكن بنهتم بيها طبعا وبنركز اكتر عشان نوفر للسلع ديت للمواطن ان هو يقدر يعيش. وطبعا فخامه الرئيس يعني بيوصي تماما على المواطن البسيط. هلاقيها فين الوجبه دي؟ احنا موجودين حضرتك زي ما قلت حضرتك كده من القاهره لاسوان، يعني احنا موجودين في كل فروع الشركه. فروع الشركه 900 فرع بالنسبه للشركه المصريه بس، انما فروع العامه كلها انا ممكن اقولها لسعادتك يعني. تمام. ولكن فروع الشركه المصريه 900 فرع موجودين، اللي بيتعامل مع المستهلك مباشره 200 فرع تجزئه بيتعامل مع المستهلك مباشره، منهم 50 فرع متطور يعني سوبر ماركت على مستوى عالي جدا من التجهيزات، سكانر، شيلف ليبل على الاسعار، بنرات للعرض، ناس جاهزه ولابسين يونيفورم. وفي الاماكن المتطرفه شويه البعيده، البعيده احنا موجودين في كل مكان حتى في اسوان افضل من هنا كمان. احنا في اهتمامات في صعيد مصر تحديدا، وبالتالي احنا طبعا كل اللي بنعمله هنا هو اللي بيتعمل هناك. طبعًا. حتى اسعار هنا هي اسعار اسوان، ما بنزودش عليها نقل او اي حاجه. تمام. وبالتالي الشركه برضو اكمل مع حضرتك. طيب هستاذن حضرتك معانا تليفون عاطف من السويس. الو. ايوه استاذ عاطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الفل عليكم وعلى السويس كلها يا فندم. قول يا باشا. والله يا حضرتك التموين كان على التموين، احنا مش لاقيين تموين. مش لاقيين فين تموين؟ في السويس؟ ايه في السويس حضرتك. ليه مش لاقيين ليه؟ لقيتي التموين ما تلاقيش البطايق شغاله، مفيش بطايق عندنا شغاله خالص. مفيش بطايق شغاله خالص؟ اه والله، احنا كل يوم بنجيب ب5 جنيه عيش وب6 جنيه عيش عشان ناكل. لا هو في اكيد مشكله في البطاقه، التموينات الخاصه بيه هو شخصيا او المكنه. بطاقتك انت يا استاذ عاطف؟ نعم. بطاقتك انت هي اللي بايظه؟ اه البطايق توديها تشتغل النهارده تقعد لها 3 4 ايام تاني ما تشتغلش. طب بص يا استاذ عاطف معلش انا عارفه نروح نحدثها ما بتشتغلش برضه. طيب هو احنا النهارده مش كلامنا عن البطايق، احنا يعني بنشوف بس خطه وزاره التموين، بس انا وعدك حاضر حاضر ان احنا ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده. تسمحي لي يا فندم. والوزاره على فكره مسؤولين سامعيننا دلوقتي حالا، اهم بيبلغوني هم سامعين. تمام. حاضر استاذ عاطف. انت سامعنا طبعا ومعانا، انا هستاذنك في نمر التليفون انا هديها لك في وزاره التموين. استاذ احمد مهدي ده راجل محترم جدا. تمام. وكل المشكلات بنعرض عليه خاصه ببطايق الذكيه او في مشكله في طيب. فالرقم موجود. طيب الرقم معانا هنديه للاعداد و تمام يا فندم. حاضر. تمام يا فندم. استاذ احمد مهدي سعادتك بقى. تمام بلغ. هناخد حالا. هو راجل كويس جدا بيحل المشكلات على طول يعني بالنسبه للمسائل من النوع ده. احمد مهدي بالظبط. هناخد الرقم من حضرتك. تمام. طيب يا فندم حضرتك بتقولي دلوقتي بس المحلات هي بتضاهي السوبر ماركت، انا بشوفها الحقيقه وهي لطيفه جدا ومحترمه جدا، اسعار كويسه ومتوفره. تمام. وكل حاجه، انا بس عايزه اوصل للاماكن اللي هي ما ينفعش يبقى فيها سوبر ماركت. تمام يا فندم. تمام. في يعني الاماكن اللي يعني اقصى الصعيد، الاماكن المتطرفه، الاماكن اللي بيبقى فيها شويه خطوره، هوصل للناس دي ازاي يا فندم؟ احنا بنوصل لها عندنا خطه بديله مؤقته لغايه لما طبعا هنفتح منافس جديده. الخطه ديت عباره عن سيارات متنقله
بتتخش المناطق اللي فيها زي مناطق القرى الصغيرة، النجوع الصغيرة اللي فيها ناس طيبين البسطاء، احنا طبعا بننزل وبندور عليهم عشان نقدمهم خدمات، وبنطلع عربيات مزنكة وعربيات تلاجات فيها سلع سواء مجمدات او سلع خضار او فاكهة او خلافه او سلع تموينية عادية جدا، وبنخش لهم في هذه الاماكن وبنقدر نوصل لهم، لان هم مش يقدروا يوصلوا للمدن بره او المراكز الرئيسيه في المحافظات دي. هم ساعات بيشتكوا ان ايه، يقول لك ما عنديش مجمعات استهلاكيه، ما فيش، هروح فين؟ احنا معالي الوزير خالد حنفي كانت طبعا ابداع من حضرته ان هو اطلق مشروع جمعيتي. مشروع جمعيتي دوت عباره عن 14,000 منفذ جديد للشباب، بمعنى ان هو جمعياتي الميزه اللي فيه كمان ان هو بيوفر فرصه عمل، مش بس ما انا لسه جاي لحضرتك بالكلام، انت سبقتيني ما شاء الله. فهو فعلا بيوفر يبقى 14,000 فرصه عمل، بالاضافه الى انه ممكن الشاب من دول يستعين باخرين، يعني ممكن يبقى معاه سواق يخدمه، يبقى دي فرصه عمل لسواق يجيب له بضاعته. كمان ممكن يستعين بشاب صغير تاني يساعده في المحل او في المكان السوبر ماركت دوت اللي هو في مشروع جمعياتي. فطبعا احنا ماشيينه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، والشباب ما شاء الله هم بيتصلوا علينا، ولو عندهم اي مشكلات احنا باذن الله طبعا بنحلها لهم. مشكلات هي بسيطه كلها، من طبعا مشروع جديد ففي بعض المشكلات ده شيء طبيعي يعني، واحنا بنواجه كل الحاجات ديت وبنزلل لهم العقبات، لانه دول شباب مصر واحنا واقفين معاهم تماما وفي خدمتهم دايما. كمان استفسار يعني فندم، دلوقتي هرجع تاني بس للمجمعات الاستهلاكيه او المنافس بتاعت حضراتكم بتاعت البيع. انتوا عندكم وجبات مميزه جدا، اسعار رخيصه جدا في متناول الجميع، فيها يعني الحقيقه معظم اللي مش هقول كله عشان في برضو اماكن ما فيهاش كل حاجه، بس في مشكله بقى عندي انا. امتى هضاهي او امتى هنافس السلاسل التجارية الكبرى؟ يعني انتوا عندكم كل حاجة موجودة عندهم، بس في مشكلة بقى في ايه؟ في طريقة عرض، في اضاءة، في ناس بتبيع. على فكرة الحاجات دي بتفرق جدا في أكيد فندم، أكيد والشراء هي في اماكن. تمام يا فندم، تمام يعني صح. المواقع نفسها بتاع طيب انا هو في الموضوع ده لذو شقين. هو الشق الاولاني المساحة، انا طبعا بيتوفر لي مساحات ضعيفة يعني مش كبيرة جدا، يعني 200 متر 300 متر، وفي مساحات بتبقى اكبر من كده عندي فعلا في فروع كده زي السلاسل التجاريه الثقيله يعني. تمام. انما انا عاوز اقول برضو سلاسل التجاريه اللي حضرتك بتتكلم عنها ده ما تقدرش مش عاوز اقول كده، انا عاوزهم يشجعهم انهم يخشوا معانا ويروحوا الصعيد زينا. انا عاوزهم يخشوا الصعيد عشان يخدموا الناس دي. التجاره كلها بشكل عام. انما احنا كحكومه او بشركات وزاره التموين احنا طبعا بنوصل للمواطن البسيط. وفخامة الرئيس مهتم جدا بالناس البسطاء، واحنا معاهم وهنروح لهم في كل مكان. طيب. وقلت لحضرتك ان المنافذ اللي هي قلنا لك عليها ديت اللي هي تخص المشروع جمعيتي دي بتنتشر في النجوع وفي كل حته دلوقتي. نتمنى دلوقتي بس لو شفتيها حضرتك معالي الوزير خالد حنفي اشتغلت بالفعل، يعني افتتح في المنيا حضرتك قريب جدا، افتتح في المنيا. تمام. طيب معلش استاذن حضرتك بس تليفونات عشان الناس عايزه تستفسر. ام محمد من اسماعيليه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. الو. ايوه بقول لك حبيبتي دلوقتي احنا في اسماعيليه. ايوه دلوقتي في اسماعيليه. ام محمد وطي التلفزيون، وطي التلفزيون. طيب حاضر معلش. ايوه اتفضلي سامعاكي دلوقتي ايوه الو وطيتي التلفزيون. الو. ايوه حبيبتي. طيب يلا سامعاكي. بقول لحضرتك دلوقتي ده رابع شهر احنا ما بناخدش زيت تموين. ما بناخدش زيت تموين رابع شهر. مفيش زيت؟ مفيش زيت. بقالهم اربع شهور مش لاقيين زيت. فرق النقط نروح ناخده نقول نجيب زيت، يقول لا تاخده مع كميه بسيطه والباقي تاخد اي حاجه ثانيه. ده يرضي حد دلوقتي اربع شهور ما بناخدش زيت في اسماعيليه؟ طيب المسؤولين سامعيننا على فكره دلوقتي. نعم. المسؤولين في وزاره التموين سامعيننا دلوقتي. وهنسمع برضو استاذ عصام، بس المسؤولين سامعيننا دلوقتي. ده رابع شهر اهو الناس مش لاقيه زيت في اسماعيليه على بطاقه التموين. طيب والله يا حبيبتي رابع شهر نجيب سكر، ده احنا عندنا السكر يا حبيبتي عمالين نجيب بالتموين، عندنا سكر نقعد نبيعه يعني مثلا السكر دوت ولا نعمل ايه يعني؟ والله بنسحته ولا نعمل ايه؟ احنا عندنا سكر،
دوت. اهم حاجه عندنا الزيت والله. طب انت مش لاقيه زيت بس ولا في حاجات تانية مش لاقياها؟ الزيت اهم حاجه عندنا، اهم حاجه الزيت. حاضر ماشي يا ام محمد. هو تريد تمين يقول في زيت والله؟ سمعنا سمعنا، هو سمعنا دلوقتي. حاضر مش نافع كل الكلام ده هو ولا حاجه، ولا حاجه الكلام اللي بيتقال ده هو، ولا بيتم منه حاجه. يقول ده في زيت نزل في اسكندريه وهيجي ويتوزع، مفيش كلام من ده. لا نفسي اتكلم وزير التموين. كل اللي انت بتقوله والله هو سمعنا دلوقتي. انت عامه صوتك وسله وبصراحه هو ما بيتاخرش يعني. عليا انا هو كلهم في نار، كلهم في نار، عايزين يطلعوا مضهره وقلبين الدنيا على موضوع الزيت ده هو. طيب وصلنا صوتك يا ام محمد. معانا ام محمد من اسكندريه. الو الو. طيب الخط قطع، حاولي تكلمينا تاني. في يا جماعه برضو الساده المسؤولين اللي شايفيننا في كمان في وزاره التموين وحضرتك. هو افتكر طبعا الزيت لا في مصر حضرتك، لا في لا متوافر يا فندم. لا لا الكلام ده كان هو فعلا. انا بامانه برضو بقول لحضرتك ان الزيت فعلا كان في مشكله من في من من حوالي اكتر من شهرين، والحمد لله اتفرجت الزيوت موجوده دلوقتي في شركات الانتاج عندنا الوطنيه، وكمان بنكملها كمان من القطاع الخاص، لان احنا بنشغل اتنين شغالين مع بعض. ما عندناش اي مشكله دلوقتي في الزيت. انا بتكلم على المنطقه اللي انا بنتمي اليها اللي هي الشركه المصريه والمنطقه الصعيد كلها الحمد لله رب العالمين. ولكن بالنسبه للشركه العامه انا هكلم طبعا المسؤولين هناك تفندم ويهتموا بمدن القناه، لان مدن القناه دي من اهم المدن اللي احنا بنعتز بيها كلنا، لناس محترمين ودول ناس يعني محتاجين خدمه فعلا. وانا ولكن ما فيش القناه تحديدا هو هو عندها هو مشاكل في الحاجات. هو في الغالب يا فندم هو في زيت في كل حاجه، ولكن هو بتبقى في عدم عداله، عدم عداله توزيع بالنسبه للبقال التمويني بيوزع ازاي للناس. ممكن يبقى مثلا البقال التمويني ده اللي يشرف عليه يكون عارفني انا مثلا، يقول لي طب خلاص انت ليك 60 جنيه خد بيهم زيت مثلا. طب ما انت ما بتديش فرصه ثانيه لواحده زي الست طيبه ديت. حضرتك دلوقتي قلت مشكله يعني يمكن هي كمان عدالة التوزيع في التوزيع كانت مشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها حتى في الفقره اللي فاتت. تفضل. المشكله مش مشكله مسؤول كويس. هي مشكله الهيكل اللي تحت المسؤول. تمام. ده عباره عن ايه؟ تمام. يعني انا لو عندي مؤسسه كلها مسؤولين كويسين ومراعين ضميرهم وكل حاجه، وعندي موظف تحت صغير هو او في الهيكل بتاع المؤسسه دي، خلاص باظت كلها. تمام. معنى عشان كده بقول انا مش دي مشكلتي. انا مشكلتي مش في المسؤول، المسؤول بيروح وبيجي وبيجي غيره، انا مشكلتي في الهيكله نفسها. ايوه فندم. يعني انت هتضمن ازاي يا استاذ عصام ان دلوقتي يبقى البقال التمويني بيعمل عداله توزيع علشان أيوة. الناس ما تيجيش تشتكي، ما الناس مش هتروح تشتكي البقال، هتيجي تقول لا ده وزاره التموين. دور الشركه يا فندم اللي هي بتقوم بتوزيع طبعا السلع بمختلف انواعها، سواء الاساسيه والضروريه زي ما الحاجه بتقول. الزيت ده مهم جدا، وطبعا حقيقه ليها حق طبعا وعندها حق طبعا. زيت مهم جدا انها تعمل اكل بيه وكده يعني. دور الشركه حضرتك ان احنا بالامين او ماسك المخزن اللي هو بيوزع الزيت دوت او بيوزع اي سلعه بيوزعها طبقا للبطاقات الموجوده على مستوى كل بقال. عندك كم بطاقه عارف يقدر يوزع له، يبقى يقول مثلا كل بطاقه عليها مثلا كيلو زيت مثلا وكيلو سكر وكذا كذا كذا، بحيث ان هو ايه يديله قيمه هذه السلع على البطاقه التموينيه. يعني هي دي اللي انا عاوز اتكلم فيها، يعني حته التوزيع زي ما حضرتك قلتي. ممكن واحد في المنظومه يخلينا نرجع نقول مين الغلطان، انما هو الغلط بيبقى فعلا في النقطه ديت، عدم عداله توزيع تفصيليه يعني صغيره. انا بوزع للبقال صح، البقال بيوزع مع احترامي طبعا لاي بقال، في بقالين شرفاء ومحترمين بيعرفوا يدوا كل واحد حقه زي ما بنديله تعليمات. احنا بنقول له انا بوزع لك كده عشان توزع كده، يوم هو المفروض هو يوزع بالتالي زي ما التعليمات اللي بتقول التموينيه، والا يبقى في رقابه بقى على الناس ديت تحت خالص، ان هم يشوفوا الناس بيوزعوا ازاي على المستهلكين، يبقى كل واحد ياخد حقه، وده حقهم طبعا لينا علينا. فالمفروض هي عمليه الرقابه هي بقى هي دي اللي عاوزه تستكمل، بس مش اكتر من كده. وغالبا بتبقى في حالات فرديه، مش كل الناس كده زي ما الست الفاضله. بس حتى لو في حالات فرديه يكون ليها عقوبه علشان يعني ما هو طبعا ده اكيد. ما انا لو سبت واحد بيعمل حاجه زي كده هيبقوا اثنين وهيبقوا 10 وهيبقوا 100 مؤكد يا فندم. هو ده بيسيء كمان لكل منظومه بالكامل، وخاصه يعني وخاصه تيجي كل حاجه كويسه وتيجي حاجه واحده تبوظ ده، انت بتسيء لكيان بالكامل. طب انا ليه قاعدين تتعبوا كل ده؟ بالعكس احنا المفروض نهتم كلنا وكلنا نكمل بعض في ننجح المنظومه. احنا الحمد لله رب العالمين ما بنقفش في طوابير النهارده، مفيش طوابير للمواطن،
في ادميه للمواطن. طيب احنا على فكره تفضل. تلقينا حالا دلوقتي زملائي تلقوا اتصال من الاستاذ محمد الشحات المسؤول الاعلامي بوزاره التموين، وهو تمام. هيبعت لنا ان شاء الله، علشان بس الشكاوى اللي حضراتكم بتقولوها هيبعت لنا المسؤول عن البطاقات والمسؤول عن السلع التموينيه ان شاء الله، هيكون يوم الاحد مع زميلتي منا، ويعني تقدروا ان انتوا تتواصلوا معاه. لان واضح ان في شكاوى كتير بخصوص موضوع البطاقات برضو، لان احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده قلنا كمان ان احنا ساعات يعني في البطاقات بتبوظ او بيحصل لها كذا، فان شاء الله تابعوا ان شاء الله تقدروا ان انتوا توصلوا صوتكم، ولو عايزين تتكلموا برضو دلوقتي واحنا بناخد كل الشكاوى بنوصلها للساده المسؤولين. معنا تليفون عفيفي من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. فندم انا عايز اشترك معاكم في البرنامج. حضرتك عايز تشترك؟ نعم؟ عايز تشترك معنا في البرنامج. عايز تشترك في البرنامج؟ انت على الهوا، اتفضل. انا على الهوا. طيب دلوقتي احنا بنروح نصرف التموين ما بنلاقيش لا زيت ولا رز، وفي النقط معذبنا عليها، بقول لكم ما فيش صرف نقط. فين في المنطقه؟ منطقه ده على البطاقه؟ طبعاً عظيم يعني احنا مش عارفين. طب احنا والله هنتكلم في الموضوع ده يوم الاحد. حاضر. وعامه هو صوتك وصل يعني يا استاذ عفيف. بشكرك. واحنا معانا تليفون تاني. طيب اتفضل يا استاذ عصام. اتفضل يا فندم. في طب يعني ناس كانت بتسال، هو الوجبات الجاهزه للطهي دي هي دي اللي هي كون فطارك؟ ايوه فندم، هي دي اللي ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب في بقى حاجه يا فندم كمان كان ناس كتير جدا معلقه عليها، في حضرتك بتقولي دي ب 30 جنيه. في ناس تقدر ان هي تشتري الحاجه اللي هي اغلى من كده شويه. ممكن. طب المشكله بقى ان اللي مش محتاج بيشتريها، فممكن اللي محتاج الوجبه اللي ب 30 جنيه دي ما يلاقيهاش. انا اظبط الموضوع ده ازاي؟ لا، هي الوجبه دي بصفه دايما احنا موجودين وبنوفرها بكميات. انا عارفه ان هي ليها علاقه بالضمير في المقام الاول. لا مكمله. يعني لا انا مش محتاجه واخد كميه، اصل ممكن واحد يروح يشتري مثلا 15 وجبه من. لا ممنوع طبعا. لا يا فندم ما ينفعش. ممنوع اقصى. لا يعني احنا بنقول ايه، مثلا بفرض ان في مواطن جه وعنده عزومه حضرتك، يعني طب انا كل يوم ممكن يقول لك انا عندي. لا ما هو هيبقى بالكم ده، يعني هيعزم ايه ولا ايه يعني، فهمني؟ فهو طبعا المفروض عنده اولاده مثلا او قرايبه وعازمهم، هو بيبقى اسره ثانيه معاه ده اكيد. يعني مش عازم الدنيا كلها او الشقه. طب اقصى حاجه يعني ياخد كام وجبه؟ يعني ممكن وجبتين ثلاثه، ما هو ده 100 جنيه كلها على بعضها او تقل عن 100 جنيه. ايوه طب ما هو ثلاث وجبات. لا في مقتدر ممكن يدفع 300 جنيه. لا ما اقدرش اديله كده، لا ادي فرص لاخرين، ان طبعا دي وجبه انا بكونها عشان الناس تستفيد بيها، بان احنا بنكون له وجبه في حدود مبلغ معين. فما اقدرش انا اديها لواحد ياخدها كده على بعضها ويقول لي انا هاخد عندي كذا. ما ينفعش. احنا يعني طبعا فاهمين الكلام دوت. اقصى حاجه وجبتين ثلاثه. ثلاثه بالظبط كده. ما هو بس هو مش هينفع يروح يشتري مثلا من هنا شويه او يبعت. انا عندي انا قلت لحضرتك من الاول ان السوبر ماركت ده بيتعامل مع المستهلك. لو في من نوع من الزبون من النوع دوت اقول له اتفضل معايا، تعالى اتفضل خد اللي انت عاوزه. انما دي ب 30 جنيه. بناخد بندي الوجبه لاي فرد او اثنين او بحد اقصى ثلاثه. ليه؟ عشان لو عنده ضيوف ولا حاجه في شهر رمضان او كلام من ده يعني. تمام. بس. طيب احنا معانا تليفون. طيب الشنطه بتاعت رمضان برضو سؤال من عدد كبير من المشاهدين. شنطه رمضان ان شاء الله كل سنه طيبين. شنطه رمضان ممكن تتكون من كيلو سكر، كيلو رز، علبه صلصه او برطمان صلصه، باكوين شاي، 2 كيس مكرونه 350 جرام، وعلبه سمنه. وعلبه سمنه. دول 28 جنيه. ب 28 28 جنيه. لو دخلت الزيت هيزيد 20 قرش بس. يعني شوفي حضرتك صغيره ولذيذه. 28 جنيه. معلش اقول تاني كده استاذ. كيلو سكر. كيلو سكر. ايوه. وكيلو رز. وكيلو رز اوكي. واثنين باكو شاي 40 جرام. اثنين باكو شاي 40 جرام. تمام. دي شنطه رمضان يا جماعه. وبرطمان صلصه. وصلصه تمام 300 جرام. واثنين كيس مكرونه. طيب. وفي بقى اللي هي المسلي الصناعي. كل ده ب 28 جنيه. وطبعا من شركاتنا الحكوميه واللي هي طبعا اولى من خلال الفروع بتاعتنا المنتشره في شركه مصريه لتجاره الدجاج العادي. ما هي شركه تموينيه يعني ما فيش. بالظبط. احنا دورنا قومي يا حضرتك اكثر منه خدمي. شركه قوميه اصلا. ايوه بالظبط كده. طيب ناخد مصطفى من القاهره. الو
السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ مصطفى. الله يخليك. والله أنا كنت عايز أسأل، مش عارف، أنا ما كنتش متابع البرنامج عندكم من الأول، فمش عارف إيه الموقف بالنسبة للي هي السلع الغذائية وعدم توفرها بالنسبة للقرى اللي هي الأرياف. فدي أنا ما قدرتش أوصل لإن هل في الحل ليها موجود، خاصة مع زيادة أسعار السلع وفرض سلع معينة على المواطنين البسطاء في الريف بدل الزيت والسكر، بيدولهم حاجات مربى وجبنة ومش عارف ايه واشياء من هذا القبيل. ازاي نقدر نحلها خاصة وفي ظل الزيادة الاسعار دي، خاصة السيد الرئيس وعدنا ان مفيش زيادة في الاسعار وبالرغم من ذلك حصلت، وقدر يعالجها ازاي؟ ان هو يدي نقاط للمواطنين. المشكلة الاساسية لم تحل بعد. بالنسبة للمدن والحاجات دي طب القرى فين؟ فين موقفها؟ الطوابير بتبقى واقفة، أنا بشوف بعيني في قريتي بشوف الناس واقفة على حاجات بسيطة جدا وما بتلاقيش، في النهاية بتجيب شوية حاجات وتعيد بيعها للتاجر أو للمواطنين القادرين على هذا. فمش عارف إيه الحل أو إيه الأمور اللي انتم مرتبينها بشأن هذا الموضوع. طيب خليك معنا كده أستاذ مصطفى. معانا على الهاتف الأستاذ محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين. صباح الخير يا أستاذ محمود. صباح الخير يا زماها وصباح الخير بحييك. صباح الخير على كل المشاهدين. وأنا بحيي حضرتك على تواصلك معانا بصراحة، يعني وان حضرتك يعني اللي طلبت انك ترد على السادة المواطنين. تحياتي يعني وتحيات طبعا برنامجنا لحضرتك ولمجهودات حضرتك. اولا عاوز اقول لك في البدايه كل سنه وانت طيبه ومصر طيب والامه الاسلاميه والاخوه الاخبار طيبين وبخير. الله يخليك يا فندم. طيب في بقى شويه شكاوى كده يعني عايزين حضرتك ترد لنا عليها على الهواء. انا متابع البرنامج من اول استاذها، وطبعا الاستاذ عصام يعني قايم بالرد يعني بامتياز ما شاء الله. لكن اولا بالنسبه لام محمد، بالنسبه اللي بتتكلم على نقص الزيت، حضرتك احنا الزيت كان في مشكله في الفترات الماضيه عشان بسبب ان احنا كان احنا بنستورد حوالي 95% من احتياجاتنا سواء القطاع العام او القطاع الخاص. ايوه. من زيت الطعام الخام من الخارج، وكان في حصل بعض التباطؤ في عمليه فتح الاعتمادات المستنديه. وفي مؤخرا الدكتور خالد حنف وزير التموين عمل تفاهمات مع البنك المركزي وتم فتح هذه الاعتمادات المستنديه والدولاريه للقطاع العام والقطاع الخاص، وبدات فتح هذه الاعتمادات وتم التعاقد على 105 الف طن زيت طعام من الخارج بيوصل حاليا تباعا، مصانع شغاله بكامل طاقتها قطاع عام وقطاع خاص، والزيت حاليا بيتضخ في كافه المنافذ، بالاضافه يا زملاء ان احنا تعاقدنا مؤخرا على 20,000 طن زيت معبأ جاهز بتصل تباعا حاليا دلوقتي، مش هيبقى فيه ان شاء الله مشكله زيت. تمام. اما بالنسبه للنقطه الثانيه موضوع البطاقات، في يعني حوالي عدد يعني لا يتعدى 50,000 بطاقه فيها مشاكل بصراحه، وده راجع لحضرتك ان اللي بعد نجاح منظومه الخبز ومنظومه السلع التموينيه حصل اقبال كتير جدا من المواطنين على البدل استخراج بدل فاقد بدل ثالث استخراج بطاقات تموينيه جديده، وصلت بعد نجاح المنظومه من حوالي 15 مليون بطاقه الى حاليا 20 مليون بطاقه. عظيم. ثلاث شركات اللي هم تبع وزاره التنميه الاداريه لامين بجهد بصراحه وجهد كبير جدا، احنا بنتواصل معاهم لان احنا متعاقدين مع وزاره التنميه الاداريه، ووزاره التنميه الاداريه هي المتعاقده مع ثلاث شركات، وفي نفس الوقت برضه للثلاثه اي مشاكل البطاقات الدكتور خالد حنف وزير التموين تعاقد مع وزاره الانتاج الحربي، تعاقد مع مؤسسه بيزا العالميه للعمل على تطوير هذه البطاقات. وعلى فكره بالمناسبه حاليا الدكتور خالد حنف وزير التموين والتجاره الداخليه في واشنطن لالقاء تجربه ونجاح مصر في القضاء على منظومه العيش والسلع التموينيه، بالاضافه انه هيعمل او هياخد عده لقاءات مع رئيس مؤسسه بيزا العالميه في واشنطن، بالاضافه لما اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات. عظيم. التكنولوجيا لتطوير منظومه السلع التموينيه وتنظيم وتطوير منظومه التجاره الداخليه. فانا بقى اطمنك واطمن الساده المواطنين باذن الله في خلال شهرين مش هيبقى في اي مشاكل في البطاقات التموينيه ان شاء الله. اتفضل كمل. فضل بالنسبه لحضرتك اللي الشنطه الرمضانيه اللي قالها الاستاذ عصام، على فكره فعلا اذا بتبدا سعرها من 27 او 28 جنيه بتصل ل 112 جنيه حسب الكميات اللي موجوده، انواع مختلفه من كافه الانواع بجوده عاليه، بالاضافه ايضا ان حضرتك ان احنا اللي هو كون افطارك اللي قالها الاستاذ عصام برضه دي وجبات متنوعه بيتراوح سعرها من 20 ل 30 جنيه، بتشمل لحوم دواجن اسماك بمشتملاتها،
منها الدجاج او فراخ او لحمه مع رز مع زيت مع خضار مع فاكهه مع ايضا حاجه رمضانيه بلح او قمر الدين. تمام. ايضا بالنسبه للاستاذ اللي اتصل وقال اللي هو من ارياف ما فيش فيه سلع، انا عاوز اطمن حضرتك يا استاذه، اولا احنا كثفنا المعروض من السلع الغذائيه في كافه فروع المجمعات الملكيه شركات الجمله، السيارات المتنقله اللي بتجيب المحافظات محمله بكافه السلع الغذائيه، وما اكتفيناش بكده ايضا في ايضا المبادره اللي اطلقها الدكتور خالد حامد وزير التموين اللي هي اهل رمضان والاول مره بتتم تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجاريه سيتم اقامه عشرات المعارض السلعيه بكافه محافظات مصر 27 محافظه، هيتم من خلالها طرح كافه السلع الغذائيه بكميات كبيره بجوده عاليه باسعار مخفضه وموحده على مستوى الجمهوريه. ايضا هيتم السماح للساده المواطنين حاملي البطاقات التموينيه بصرف السلع التموينيه وصرف السلع نقاط الخبز من هذه المعارض السلعيه بجانب المجمعات بالاضافه ايضا محلات البالة التموينيه تصل قيمتها لحوالي مليار ونص جنيه خلال هذا الشهر. جميل. بالاضافه ان احنا نطرح السلع الرمضانيه على سلع نقاط الخبز يبقى المواطن متاح له ياخد السلع نقاط الخبز وهي السلع المجانيه اللي بيحصل عليها من قبل توفير في توفير الخبز ممكن يحصل بدالها على سلع رمضانيه. بالاضافه ايضا ونقطه مهمه جدا بالنسبه لموضوع الارياف، احنا في عندنا مشروع جمعيتي، المشروع ده اللي بتقوم من خلال وزاره التموين بمنح الشباب قروض سلعيه بتراوح من 50,000 الى 100,000 جنيه. تقدم حتى الان 51,000 شاب وفتاه انطبقت الشروط في المرحله الاولى على 14,000 شاب وفتاه، هيتم افتتاح 14,000 منفذ. حاليا تم افتتاح عشرات المنافذ السلعيه في المراكز والقرى، يعني خلال الاسبوع الماضي كان الدكتور خالد حامد وزير التموين افتتح فرع من هذه الفروع في محافظه المنيا في مركز بني احمد ومركز ابو قرقاص، يعني في هذه المنافذ السلعيه للشباب في المراكز والقرى. بس طبعا والله يا استاذ محمود احنا يعني لا ننكر ان في مجهود كبير جدا معمول من حضراتكم، معمول كمان من دكتور خالد حنفي وزير التموين، الحقيقه مجهود كبير جدا، بس زي يعني الناس كلها حاسه بيها والناس كلها لمساها. اللي انا بتكلم فيه ان يعني هذا المجهود احنا بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نخلي خالي من المشاكل، لان ما ينفعش يبقى ناس يعني منظومه زي ما قلنا كده في الاول فيها ناس كتير قوي بتتعب ويجي مجموعة صغيرة مثلا ما عندهاش ضمير يعني تخرب هذه المنظومة. أنا بشكرك مرة أخرى وبشكر كمان الأستاذ محمد شحات اللي بعت يعني هيبعت لنا إن شاء الله المسؤولين عشان يردوا على السادة المواطنين. بشكرك شكرا جزيلا، بصبح على حضرتك أستاذ محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين. معانا بس تليفون محمود من الأقصر، استني بقاله كتير. أستاذ محمود، ألو استاذ محمود، استاذ محمود معانا؟ معانا مين يا جماعه؟ عبدين من هنا؟ ايوه معاك يا فندم. اتفضل يا استاذ عبدين. كنت عايز استفسر يا فندم عن عربيات الثلاجه اللي هم احنا يعني قدم فيها الشباب من حوالي شهرين ثلاثه. عربيات الثلاجه اللي هي بتوزع سلع التومنين. عربيات الثلاجه. ايوه. تمام. احنا من قرى وارياف يعني. حاضر يا فندم. استاذ عصام ايوه يا فندم، هو بالنسبه للمشروع بتاع الثلاجات دوت، هو فعلا دلوقتي هم عاملين بيعملوا الاليه بتاعته، اليه التحرك معاه وازاي نتعامل معاهم زيها زي هتبقى ليها منظومه خاصه بيها زيها زي موضوع مشروع جمعياتي بالظبط، واحنا دلوقتي منتظرين بس الاليه تخلص ونبدا نتعامل معاهم على طول باذن الله، ودول هيساعدونا كمان في ان هم يتحركوا زي ما قلت حضرتك كده. القرى يتابعوا ازاي التطورات بتاعت يعني بتاعت الموضوع؟ يقدروا يتابعوكوا ازاي؟ اما من خلال المديريات التموين فندم، كل في محافظته يعني. تمام. دي بتتعمل في وزاره التموين ان شاء الله اليومين دول يعني. عظيم. طيب محمود من هنا؟ يا فندم. اي فندم اتفضل. ربنا يبارك فيكم يا فندم، ربنا يبارك فيكم فريق الاعداد يا فندم وضيفك العزيز يا فندم. الله يخليك يا فندم اتفضل. الله يحفظك. يا فندم في حاجه عايز اوصلها لك، سياده المدير عصام اول مره اعمل مكالمه مداخله معاه. اتفضل. اقسم لك بالله، اقسم لك بالله وحياه عيالي. كل حاجة في التموين متوفرة، والله والله لدرجة بيبيعوا الدقيق وبيبيعوا الزيت، والله كل حاجة كثيرة في محافظة الأقصر إسلام وعلى مستوى الجمهورية، بس العيب فينا، العيب فينا احنا وبس على التجار، فيها إيه لو صبنا سنة من اللحمة قبل رمضان ونرجع على رمضان ناكل اللحمة عاوزينه، بس على التجار والله كل حاجة وزارة التموين ما مجاملة، الراجل الأول اللي قاعد جنبك ده. و
والله حجيب لك عيالي يقولوا لك سكر. لا يحفظك، لا يحفظك، الله يحفظك يا حاج محمود. اقسم لك بالله الراجل ده ما في اي حاجه بين ما بين. لا استرك ربنا، بس احنا الوحشين. معلش عاوزين تنخي الضمير. معلش معلش، هي المشكله مشكله الضمير والله. على رايك يا حاج محمود، والله كل حاجه يا استاذه كثيره الحمد لله. الدقيق بيبيعوه والله في السوق علني، وربنا يبارك فيكم، ربنا معاك، ربنا معاك. شكرا شكرا يا استاذ محمود. لا انا اللي بشكرك طبعا. يا والله يعني احنا عمالين نقول ان في ناس كتير ما عندهاش ضمير، في ناس بتستغل المواضيع، في ناس من مصلحتها ان اي منظومه بتعلى او عندها مشكله عشان بس ما حدش يقعد يقول اصل انت بتقولي ان في نظريه مؤامره. لا في على فكره، مش يعني ما كلنا عارفين ان في على فكره، بس احنا مش عايزين نركز على القصه دي على قد ما احنا المفروض ان احنا نركز على نفسنا اكتر. تمام شويه. تمام. الموضوع برضو احنا بنتكلم في كيان وفي هيكله هذا الكيان، عارفه ان المشاكل من زمان، وبنقول ان مشاكل في كل المؤسسات من زمان وتراكمت، واحنا للاسف الشديد استنيناها لغايه ما وصلت لحد يعني خلاص، بس ادينا بنحاول يعني كل واحد المفروض يحاول في مكانه. تمام. انا عايز ارجع تاني بقى يا فندم لمشروع جمعيتي، لان واضح ان في ناس كتير كمان بتسال عليه. حضرتك قلت لي ان في ناس كتير يعني في رمضان كمان، اعتقد ان في ناس كتير هتقدر تشغل الموضوع بشكل اعلى. حضرتك شايف يعني متصور شكل مشروع جمعيتي في رمضان هيبقى عامل ازاي؟ احنا بندخلهم بالسلع اللي هم طالبينها، بيطلبوها هم كل شهر، يقول انا عاوز كذا وكذا، بنجهزها له في الصرف بعد يوم ابتداء من يوم 20. هتسهل لهم الدنيا يعني على طبعا، وهنزود لهم طبعا السلع بتاعتها. احنا جاهزين، احنا جاهزين باذن الله. احنا في خدمتهم كلهم، واحنا دول ولادنا، واحنا معاهم على طول، وسياده الوزير موصي عليهم تماما. واحنا معاهم برضو وفي كتفهم، ما يلاقوش ابدا. اي حد ليه شكوى يتصل عليا، وتليفوناتي موجوده مع الناس كلها، وبيكلموني في اي وقت. بالنسبه للسلع الرمضانيه، هندخلهم طبعا السلع الرمضانيه مع السلع الاساسيه والضروريه، بالاضافه طبعا لكل السلع اللي احنا بندخلهم كل شهر، اللي هي خاصه بنقاط الخبز والتموين معاه. تمام. يعني اصبح هو يعتبر يعني مجمع تمويني داخل محافظته، بيخدم المنطقه اللي هو موجود فيها. طيب. حتى لو في فرد ان هو جنبه بقال تمويني، بنراعي الكثافه، لو هو كثافه عاليه يبقى نسمح له على بعد 100 متر يقيم. عظيم. واحنا بنسهل لهم المسائلات دي، مسائل دي يعني. حاجتين مهمين جدا في نهايه حديثنا عايز اقولها لحضراتكم. اللي يلاقي اي تجاوز من اي حد لو سمحتوا يبلغ في ساعتها، ما يستناش شهر ولا شهرين ويجي يكلمنا يقول لنا من 5 شهور حصل ومن سنتين حصل. لو سمحتوا اي تجاوز، اي مشكله، اي حد عمل اي حاجه خارجه على القانون او خارجه عن الاخلاق في التعامل، خصوصا في الحاجات الخطر دي، يا ريت يبلغ في وقتها ارجوكم، علشان ده واجبنا ومسؤوليتنا. الحاجه الثانيه بالنسبه يا جماعه للوجبات اللي ب 30 جنيه وشنطه رمضان اللي ب 27 و28 جنيه، يا ريت اللي مش محتاج ما ياخدهاش، اللي مش محتاجها يسيب اللي محتاج يشتريها، يعني اللي يقدر يشتري بالاكتر من كده لو سمحتوا يسيب اللي محتاج يشتريها. المساله دي ما فيهاش بقى اشراف من الدوله ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده، ده اشراف من ضميرك. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا متشكر جدا لدعوتكم الكريمه، يعني الحقيقه نورتنا، استفدنا جدا من وجود حضرتك معانا، وكمان بحييك على الاستعدادات اللي انتوا عاملينها لشهر رمضان. كل سنه احنا في خدمه المصريين كلهم، واحنا بنقول لكم كل سنه طيبين جميعا، وربنا يبلغكم رمضان ان شاء الله كلنا وجميعا والسامعين والاعداد كله. ان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله، وكل سنه طيبين وحضراتكم بخير ان شاء الله، واحنا في الخدمه دايما باذن الله رب العالمين. بشكرك جدا يا فندم استاذ عصام سروجي، رئيس القطاع التجاري بالشركه المصريه لتجاره الجمله. وانتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم، يا رب الحلقه تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا منها. تقدروا تشوفونا في اي وقت على الشانل بتاعتنا على يوتيوب، تعملوا سبسكرايب لدريم تي في وتابعونا في اي وقت. اشوفكم بكره 9 صباحا بتوقيت القاهره، صباح جديد وصباح دريم، فكونوا على موعد. سلام.